السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل المتابعين الأعزاء، رمضان كريم عليكم. وياكم سامر أحمد من قناة سامر تك. من فيسبوك دائما ينوه على ان الخصوصيه هي خط احمر، المفروض ما نشوف هيك خواص مخفيه بتطبيقاته، وخصوصا في امريكا، لان امريكا مثل ما نقول هي بلد الخصوصيه ومثل ما نسمع عنها دائما. لكن خلينا نكون واضحين يا جماعه الخير، هذه القوانين ما راح تقدر توقف الشركات عن انتهاك الخصوصيه، لان بالتكنولوجيا دائما اكو طريقه لجمع البيانات، وفيسبوك قاعد ينتهك معلومات المستخدمين ويلتف حول هذه القوانين بكل طريقه ممكنه لسببين. السبب الاول هو ممكن لتطوير انظمتها من محركات بحث وإعلانات، والسبب الثاني الأهم هو البيانات، لأن في عالم التكنولوجيا البيانات هي المال، وهذه ما تسمى بالبيج ديتا. بس شنو البيج ديتا؟ شنو تعريفها؟ البيج ديتا أو البيانات الكبيرة هي عبارة عن ملايين البيانات، عن ملايين الأشياء وعن ملايين الأشخاص. تنباع هذه البيانات للشركات اللي تستخدم تقنية التحليل النفسي للمستخدم، مثل شركة كامبريدج أناليتيكا، تستخدمها لاستهداف ناس معينين، سواء كان في سياسة أو تغيير فكر أو إلى آخره. أما عن قيمتها وشلون تنباع، فلنفرض أنه أنا عندي بيانات عن 10 ملايين شخص، وهذه البيانات بيها معلومات تفصيلية عن كل شخص شي يفضل من محتوى أو شنو نوع الفيديوهات اللي يحبها أو الصفحات أو الميول، راح أجي أبيعها لشركة ثانية تريد تستخدم هذه البيانات. الشركة اللي اشترت هذه البيانات من عندي راح تأخذها وتروح تحللها، ويبدي استهداف الناس عن طريق عدة أشياء، منها الإعلانات، المراسلات، الإيميلات، الرسائل النصية أو حتى الاتصالات. وغير هذا، السبب اللي يخلي فيسبوك يسوي هيك أمور باعتقادي الشخصي، فيسبوك يريد يصير أكبر مركز بيانات في العالم. وركزوا وياي هنا، مو أكبر موقع تواصل، وإنما أكبر مركز بيانات، يعني بيه معلومات شخصية مهمة على كل مستخدم داخل هذا الموقع. قبل عدة أيام طرح الفيسبوك تحديث جديد للتطبيق يتضمن عدة تغييرات أساسية، بس التغييرات هذه أكو أشياء ما ذكرت بها بدقة، واللي هي خاصية تعقب النشاط لكل تطبيق موجود داخل التليفون. بهذه الخاصية شكو تطبيق موجود داخل تليفونك راح يبدي يرسل البيانات لشركة فيسبوك عن كل تفاعل، كل موقع تزوره، وكل لايك، وكل تسجيل دخول تسوي. خلينا نشوف شلون نعطلها. تروح للتطبيق فيسبوك، بعدين تضغط على الإعدادات والخصوصية، تروح على الإعدادات، تنزل لي جوا أكو شيء اسمه النشاط خارج فيسبوك، تضغط عليه مرة واحدة وراح تشوف كل التطبيقات اللي قاعد ترسل بيانات إلى شركة فيسبوك. تروح إلى إدارة نشاطك خارج فيسبوك، تضغط عليها مرة واحدة، راح يطلب من عندك كلمة السر، دخل كلمة السر حتى يتأكد انه انت الشخص الموثوق لهذا الحساب. تدخل بعدها راح تطلع لك كل التطبيقات، يعني شوفوا انا كل التطبيقات اللي موجودة داخل تليفوني قاعد ترسل بيانات لشركة فيسبوك. وهنا أنا لي فوق قايل لك نشاطك خارج فيسبوك، هذا ملخص لعدد 179 من التطبيقات ومواقع الويب التي شاركت نشاطك. يعني انا موجود 179 تطبيق على جهازي قاعد يرسل بيانات، وتاريخ تلقي آخر نشاط خلينا نشوف شو وقت، 22 أبريل 2020. يا أخوان الموضوع خطير، يعني شوف مطيق حتى موعد استلام البيانات من جهازك. فلتعطيل هاي الخاصية تدخل على التطبيق، بعد ما دخلت على التطبيق آني على أي تطبيق دخلت عليه، بعدها تروح إلى إيقاف تشغيل النشاطات المستقبلية، راح يعطل هذه الخاصية والتطبيقات بعد ما راح ترسل أي بيانات لشركة فيسبوك ولا تقدر تجمع عنك أي معلومات. هاي الموضوع تسويه لكل التطبيقات الموجودة داخل الهاتف حتى تقدر تمنعها من إرسال البيانات. البيانات بالمستقبل راح تكون النفط الجديد على الأرض، لأن بواسطة هذه البيانات وقوة تأثيرها راح تقدر تبيع منتجات، تصير مشهور، أو تفوز بانتخابات سياسية، أو ممكن تغير تفكير أشخاص معينين في مجتمع معين. فخلي ببالكم لا تشاركون إيميلاتكم ولا تخلون تطبيقات توصل وتأخذ بياناتكم بدون ما تدرون. إذا استفادت من هذا الفيديو شوفنا حضورك، وترك لنا لايك وسبسكرايب وشير، ورمضان كريم عليكم، أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.